أنا أعتقد أن إسرائيل تفكر استراتيجيا. في نهاية المطاف إسرائيل عليه أن تتفادى روسيا لأن روسيا تتحكم بما يحدث في سوريا. وإذا ما كانت إسرائيل ستتبنى الجانب الأوكراني فسيكون لذلك تداعيات في المنطقة. فقط لأعطيك نموذجا قضية ملاحة السلاح من إيران إلى حزب الله، إسرائيل ملتزمة بإيقاف ذلك عبر الغارات في سوريا، وروسيا حتى الآن تتعاون. ولكن إذا ما تبنت روسيا إسرائيل الجانب الأوكراني فستخسر إسرائيل. إسرائيل تسعى لأن لا تأخذ أي طرف لكي لا تكون هناك أي تداعيات سلبية. طيب دكتور محمود، أو بالأحرى أنتقل إلى سيد إيهاب. سيد إيهاب، قبل قليل اختتمت المحادثات الأوكرانية الأمريكية وتم الاتفاق على اتباع نهجي الدبلوماسية والردع، لكن هل يتوازيا في خضم كل ما نشاهده الآن؟ سيد إيهاب سألتك السؤال، سمعتني؟ يبدو أن هناك مشكلة تقنية لا يسمعنا السيد إيهاب. أنتقل إلى دكتور محمود. دكتور محمود، بلينكين وسوليفان أي وزير الخارجية الأمريكي وأيضا وسوليفان قالا إن الهجوم الروسي بات وشيكا وعلى العالم الاستعداد لذريعة روسية تبرر هذا الغزو. كيف قرأت روسيا هكذا تصريحات؟ أول شيء عشان أقول صديقي الأخر المشاهدين وضيف الكرام، طبعا فينا نقول أن التصريحات تقرأ الآن من نوع ما بالجدية. هذا يعني أن سيحصل نوع من أنواع كما حصل بعام 2008، وكمان كان في أولمبياد في بكين ذاك الوقت لما هاجمت قوات الجورجية القوات الروسية لحفظ السلام في منطقة أسيتيا الجنوبية. فروسيا الآن تعتبر أن وجود حشد قوات عسكرية هائلة من الجيش الأوكراني وبعض القوات التابعة للجيش الأوكراني والمرتزقة أيضا، يعني حوالي 120 ألف مقاتل هناك يا معمد، يريدون أن يهجموا على مناطق الانفصاليين ويتدعمهم روسيا. فهذا الموضوع روسيا تراقبه، يعني تترقبه بأي وقت. ولكن قبل أن تدخل روسيا في هذا الشأن يجب أن يتبعها. يعني روسيا الآن تؤمن في الدبلوماسية كما وعد ماكرون. يعني الرئيس ماكرون لما أتى إلى روسيا قال أن أوكرانيا ستلتزم باتفاقية مينسك، ونبه الرئيس بوتين. ولكن عندما سار الرئيس ماكرون إلى أوكرانيا وبالمؤتمر الصحفي قال ستلتزم باتفاقية مينسك، وزير خارجية أوكرانيا البارحة قال لن ألتزم باتفاقية مينسك. فهناك نوعا ما يمكن أن يحصل أي حركة عسكرية من الجانب الأوكراني. وعلى روسيا في هذا الوقت يمكن غدا أن يحصل تصويت، يعني كان غدا قريب يحصل تصويت في البرلمان الروسي للاعتراف بجمهورية دونيتسك ولوغانسك كجمهوريات جمهورية لوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين. هذا بيعني انه روسيا تخرج باتفاقية مينسك وتبدا في فتح القواعد العسكرية داخل هذه الاراضي. هذا بيعني انه روسيا تدخلت في الصراع مع اوكرانيا اذا حصل اي تقدم عسكري او انخراط عسكري، وبدات هذه الأمور تقرأ يعني بنوع ما. ولا أؤكد عليك أنه في من حوالي نصف ساعة أداني خبر عاجل أن روسيا أن أوكرانيا طلبت لقاء عاجل مع روسيا خلال 48 ساعة القادمة. هذا بيعني أنه خلينا نكون صريحين، الرئيس زيلينسكي ليس مسيطر على كل القوات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة. هناك ليس فقط الجيش الأوكراني كما قلت، هناك بعض القوات وهي التابعة لمنطقة غرب أوكرانيا ويسميهم نوع من الأسواء، يسمون النوع من أنواع المتعصبين ضد الروس. يعني ما راح أقول أنا أعطي كلمة من نوع من أنواع الطائفية، ولكن المتعصبين ضد الروس يمكن يبدأوا عملية على أساسها تدخل روسيا بالحرب مع أوكرانيا من أجل مثل ما حصل في أسيوطة الجنوبية عام 2008. يعني روسيا الآن بدأت تقلق من عدم التزام أوكرانيا باتفاقية مينسك واللي حصل في برلين ان يوم الاثنين يوم الاربعاء الخميس الماضي لما فشلت محادثه برلين. وكذلك المسؤول الروسي صرح رسمي الاعلام ان طيب. هناك تعليمات عفوا بس كلمه هناك تعليمات الولايات المتحده الامريكيه الى كل الدول المخيطه في اتفاقيه مينسك بان ينفذ الطلب الامريكي بالتصعيد وليس
باجبار اوكرانيا عدم التزام باتفاقيه مينسك. فالحرب الان تريدها الولايات المتحده الامريكيه وحليفتها بريطانيا اكثر من اي طرف اخر. بينما المانيا وفرنسا تريد التزام. معلومات كثيره، دعني اعطي الفرصه لسيد ايهاب. سيد ايهاب، بامل انك سمعت ما تفضل به دكتور محمود، بالتالي هل ما تفضل به هو سوف يكون بمثابه الذريعه التي تحدثت عنها الولايات المتحده والتي سوف تتكئ عليها روسيا لتنفيذ اي عمل ضد اوكرانيا؟ أهلا بحضرتك وأهلا بكل الضيوف الكرام وبالمشاهدين أينما كانوا. أنا في الحقيقة لم أستمع لكل ما قال، استمعت للجزء الأخير من كلامه فقط، لكن أنا أختلف مع فكرة أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تريدان حربا مع روسيا. بكل تأكيد لا، الولايات المتحدة منذ أن جاء بايدن إلى الحكم يتبع سياسات انكفائية نشاهدها كلنا بأم أعيننا، انسحاب من أفغانستان، من العراق، من سوريا، من ملفات فقط في عجالة. هي نقطة دكتور محمود، دكتور محمود أشار إلى أن الولايات المتحدة سوف تطلب ضمنية من كل الدول المنخرطين في اتفاقية مينسك بالتمرد على هذه الاتفاقية، وبالتالي جذب روسيا للقيام بعمل لا يرضي الغرب وتحديدا الاعتراف بجمهوريات شرقي أوكرانيا. اتفاقية مينسك اصلا اتفاقية مينسك 2 غير مطبقة، لا يوجد ما يعني كل بنودها تقريبا لم تطبق منذ الاتفاق عليها حتى الان. واشنطن لا تريد حرب مع روسيا بكل تأكيد، وهذا ما اكده جو بايدن حتى قبل اقل من يومين عندما قال ان بلاده لن ترسل اي جندي للقتال داخل اوكرانيا، بل بالامس قام البنتاغون بسحب 160 جنديا امريكيا موجودون اصلا داخل اوكرانيا، فهذا يدل على ان واشنطن لا تريد حرب، واذا ما جرت الى هذه الحرب فانها ستجر عن طريق حلف الناتو والتزامات المادة الخامسة من دستور حلف الناتو التي تنص بالدفاع المشترك إذا ما تعرضت إحدى دول الحلف إلى اعتداء. ومن هي هذه الدولة التي ستعتدي عليها روسيا أصلا حتى يتم تطبيق هذه المادة؟ حتى أن انضمام أوكرانيا إلى الحلف هو أيضا يعني قيد النظر ولم يطبق بالفعل. وأعتقد أن يعني من وجهة نظري أنا شخصيا أعتقد أنه ربما سيكون هناك غزو روسي للشرق الأوكراني، ربما يصل إلى كييف، وهذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية أن تدخل أوكرانيا الحرب مع روسيا. المرحلة الثالثة أن تجر أمريكا ودول الناتو إلى هذه الحرب. المرحلة الرابعة سنكون أمام الحرب العالمية الثالثة، وهذه سلسلة طويلة ستبدأ بالغزو الروسي الذي من الممكن أن يتوقف بالمناسبة ويجلس الجميع إلى طاولة مفاوضات. يعني روسيا ربما تقوم بهذه الخطوة من أجل إجلاس الجميع إلى طاولة مفاوضات في نهاية المطاف.